بتطلب 4-3-3. انا عايز افهم اللي انا لو عملت كده وبعدين عملتها 3-4-3. تعالى بس كده نشيل ده ونحط صانع العاب موجود عندنا هنا قدوس موجود. قال ايه اللي هيحصل لو انا قلبت 4-3-3 اللي هي اكتر تشكيله الناس بتلعب بيها في المدرب الافضل بالكامل، خليتها 3-4-3. يا نهار ابيض، هتكون دي النتيجه لو قلبت 4-3-3 ايه الى 3-4-3 ايه برضو. يعني عارف تغيير بسيط، جبت نص الملعب رجعته دفاع والدفاع طلعته نص الملعب، بقى 3-4-3. هعمل كده في الخصوم 4-0 كده على الرايق ب 15 تسديده و 61% استحواذ ضد 4-3-3. انا اقتنعت بصراحه، فانت لو ما اقتنعتش كمل الفيديو للاخر، صدقني هقنعك بالعافيه بعد ما اشرح لك التكتيك المرعب الجنوني النهارده لخطه 3-4-3 بعد اخر تحديث في المدرب الافضل. حط لايك واشترك في القناه ويلا بينا ندخل في الفيديو مع بعض. فريق نص ملعبه مفهوش واو ايه؟ مفهوش واو شين، وهلعب باجنحه في نص الملعب. هتقول لي طب ازاي؟ هقول لك عندي صناع العاب يا باشا. يا باشا انا هتصرف، انا هلعب، يعني هلعب بالخطه دي النهارده. عندك واو ايه؟ ما عندكش مش هتفرق، عندك واو شين او ما عندكش برضه مش هتفرق، هنلعب النهارده يعني هنلعب، وانت كمان ان شاء الله هتلعب بالخطه دي وتنزل تقول لي في التعليقات عملت معاك ايه في المباريات بتاعتك، اذا كان بقى في الطاقم في بطولات كبيره في النوك رويال ايا كان، هتقول لي عملت ايه بالتشكيله التكتيك بتوع النهارده. زي ما انت شايف عندي 2 صناع العاب، فاقدر احط واحد يمين واحط واحد شمال عشان اقدر اكيف الخطه على مزاجي، اقدر ادي الدور الهجومي الفعال القوي جدا زي الاجنحه كانها موجوده بالظبط، وفي نفس الوقت اقدر اامن نفسي وما استقبلش اهداف زي ما شفت في بدايه الفيديو برباعيه نظيفه في المباراه بتاعتي. تعالى يا باشا نروح على تشكيلتنا اللي هتكون زي ما هي باينه قدامك كده. موجود فيكاريو 111 في حراسه المرمى، 3 قلوب دفاع صخره اعتقد، يعني عارف 3 صخرات كده ممنوع المرور او العبور من التلاتة دولت، روديجير وجبرايل ماجرايش واكنجي بالنسبه لقلوب الدفاع. نص الملعب اللي موجود فيه 2 محاور يعتبر شاملين. هتقول لي يعني ايه نص ملعب شامل؟ هقول لك اصبر بس عليا. نص ملعب شامل يا سيدي زي مودريتش كده، زي دي بول كده. هتقول لي برده ما فهمتش، هقول لك ركز على الارقام، بص كده معايا، شايف الرقم اللي فوق ده كده؟ عندك دي بول 107 107 107، فبالتالي مودريتش عنده 105 104 و104، فبالتالي هم دولت اللعيبه الشاملين، اللعيبه اللي يقدروا يعملوا الادوار الهجوميه الادوار الدفاعيه وكمان يتحركوا باريحيه كبيره جدا في منتصف الميدان، يدوا لك الدور على اكمل شكل ممكن. عندك بقى الاجنحه او الواو يه اللي المفروض يكون على اليمين، والواو شين اللي المفروض يكون على الشمال. زي ما انت شايف لو ضغطت على اليمين كده هتلاقي عندك صانع العاب اهوت، ليه تحط واو يه وانت عندك صانع العاب كويس يقدر يلعب في المكان ده كويس؟ نفس الكلام بالنسبه للدالشي للواو شين اللي موجود فيه محمد قدوس ايضا اللي يقدر يلعب في الجنب ده مستريح جدا. فليه تتعب نفسك وتقول لي انا معيش واو ايه او معيش واو شين؟ يا باشا انا جبت لك الحل لحد عندك، انت اسمع الكلام بس وانزل جرب وقول لي في التعليقات النتيجه كانت معاك ايه في النهايه. نروح على خط الهجوم اللي محتاج منك هه شين وراس حربه اللي هو الهه، وعلى اليمين الهه اللي هو الجناح اليمين، بوكايو ساكا، جوليان الفاريز، وفينيسيوس جونيور، 3 نفسات طيارات موجودين في خط الهجوم بفعاليه عاليه جدا. زي ما انت شايف فينيسيوس لتسجيل الاهداف، الفاريز تسجيل الاهداف، وساكا لصناعه الاهداف باربع تمريرات من 6 مباريات، ففريق متكامل حرفيا في الدوري الهندي على فكره. كل اللي انا بوريه لك دوت، تعالى على دكه البدلاء اللي هتلاقيها متكامله جدا، كل اللعيبه اللي موجوده على الدكه قويين وتاثيرهم هيكون كبير جدا حتى لما ينزلوا في الشوط الثاني او اثناء المباراه، كل ده هيبان معاك في التغييرات في المباراه اللي انت بتلعبها. فاهتم بدكه البدلاء كويس عشان خاطر ممكن تغيير يخسرك المباراه نهائيا. قبل ما نروح على التكتيك ثانيه واحده بس، عايزك ثانيه واحده احب افكرك ان في عروض بتنزل في المدرب الافضل، عروض ملايين، عروض كوينز كله يا باشا موجود، هتقدر تدلع نفسك عن طريق جروبنا اللي موجود في التليجرام، موجود الرابط في الوصف الفيديو ده. ولو انت من السعوديه فانت يعتبر من افضل مكان في العالم، لان جايب لك عروض شحن مميزه جدا من موقعنا الخاص بنا للشحن في السعوديه فقط، وايضا بيشحن لباقي الدول العربيه ولكنه مختص اكتر بدول السعوديه، بدول السعوديه ايه بس، بدوله السعوديه الشقيق. فبالتالي اي عرض بينزل داخل المدرب الافضل هيكون موجود في الموقع بكود خصم 10% بدل 5% زي ما كنت حاطط لكم سابقا، فالحق ان انت تشحن واستغل العرض ده والخصم كمان على العروض اللي موجوده داخل الموقع، هتاخد عرض وعليه خصم هديه. فبالتالي انا مش عارف اقدم لك ايه اكتر من كده، اقسم بالله عروض بتنزل في اللعبه والباقات العاديه كله موجود يا باشا في الموقع
الموقع اللي هتلاقيه في وصف الفيديو على طول، فانزل شايك على جروبنا في التليجرام، اتمنى تنورنا هناك. ولو انت من السعودية الحبيب او من اي حتة في الوطن العربي وحابب تشحن من خلال الموقع، ايضا الرابط متثبت في وصف الفيديو كمان في اول تعليق. نرجع نشوف التكتيك مع بعض. طيب يا سيدي، احب اقول لك ان خطة لعبنا هتكون على الاجناب ان شاء الله، مش هنطلع براها يعني مش هنروح تمريرات، مش هنروح تسديد، لا احنا هنلعب على الاجناب، لان بعد التحديث الاخير للمدرب الافضل الاجناب هي اقوى عقلية موجودة في اللعبة بالكامل حرفيا، زي ما بقول لك كده بالظبط. اللعب على الاجناب هو اللي يعتبر المدمر لكل الخطط الموجودة داخل اللعبة. قطع الكرات هيبقى على حسب لون الحكم، لو الحكم لونه اخضر فهتعمله خشونة، لو الحكم لونه ازرق او اصفر تقدر تعمله حماس، لو الحكم لونه احمر او برتقاني فبالتالي انزل خليه عادي عشان ما تاخدش انذارات كتير، وكمان الكروت الحمراء تخسرك المباراة على طول، وانت اكيد عارف الكلام ده كويس. التمركزات هتكون ثابتة كلها في مكانها يا بطل، مش هنغير اي حاجة فيها، ولا الوسط هيهاجم ولا الدفاع هيهاجم ولا الكلام ده خالص، كل حاجة هتكون ثابتة في مكانها. عندنا الارقام اللي هتكون 79 79 57، زي ما انت شايف كده. الاندفاع هيكون عقليتنا، لان احنا بنلعب باربعة في نص الملعب وثلاث مهاجمين، فلازم نضغط الخصم من قدام عشان نسترجع الكرة باسرع طريقة ممكنة. الاسلوب هيكون هجومي عشان نسجل اهداف كتيرة جدا في المباريات بتاعتنا. هوريك دلوقتي دلائل على النتائج الكبيرة ديت بالخطة اللي احنا لعبنا بيها. ف 79 هيكون هو الاسلوب بتاعنا النهاردة مع توازن 57 عشان تكون كده ايه متوازن ما بين التمرير البطيء والتمرير المتوازن. نفس الكلام يكون في تمرير سريع تقدر تروح تجيب بجوال على طول. الرقابة هتكون دفاع المنطقة، والتسلل هيكون نعم، وركز في النقطة دي كويس، لان التسلل ده هيفرق معاك جدا في المباريات. اتأكد انك اقوى من خصمك وملاش تلعب بالتكتيك ده وانت اضعف من خصمك عشان هتخسر المباراة، صدقني لو انت اقوى من خصمك فاضمن لك سحق للخصوم في المباريات بتاعتك ان شاء الله. اخيرا وليس اخيرا، قبل ما تنسى وقبل ما تقفل الفيديو، المتخصصون اقسم بالله مهمة وانت عارف ان هي مهمة، فبلاش تكنسل وتجري من الفيديو على طول. مودريتش قائد الفريق بما انه اكبر لاعب في التشكيلة، فينيسيوس ضربات الجزاء بما انه الهداف بتاع الفريق، وفينيسيوس الضربات الحرة لانه جاب معايا قبل كده ضربات حرة ففعاليته عالية فيها، مودريتش للضربات الركنية لانه افضل لاعب بيلعب للركنيات بالنسبة للفريق بتاعي. لو انت عندك صانع العاب عايز تحطه للضربات الركنية فمفيش اي مشكلة. بس كده يا سيدي، احب اقول لك ان ده كان فيديو النهاردة، ده كان التكتيك بتاع 3-4-3، حرف الايه اقوى تكتيك موجود في المدرب الافضل بعد اخر تحديث. اللي يقول لك 4-3-3 قول له يا باشا تعالى وحديك على دماغك بالتكتيك اللي احنا اخدناه النهارده. دي واحده من المباريات مثلا كانت بتكتيك النهارده، احب اقول لك ان دي كمان بتكتيك النهارده، فبالتالي انا مش عارف اثبت لك اكتر من كده اقسم بالله. بس يا سيدي ده كان الفيديو معانا النهارده، اتمنى انه يكون عجبك، اتمنى انك تحط لايك تشترك في القناه، اتمنى انك تروح تنورنا في جروب التليجرام وتستغل العروض اللي قلت لك عليها، لاني صدقني عروض قويه جدا بكود خصم 10% كمان، فمفيش دلع اكتر من كده. شكرا لكم على المشاهده، اشوفكم في فيديو جديد في امان الله.